جميع الضيوف المشاركين المتواجدين المتواصلين المتابعين عبر قناتي أبوظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير. ونرحب بالقناة الضيفة العزيزة قناة دبي ريسينج الناقلة دائما وأبدا لفعاليات سباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله وتوفيقه الثاني أيام هذا المهرجان الكبير، مهرجان الوثب الختامي 31 ينطلق في أولى انطلاقات صباح هذا اليوم والسن الجديد في صباح هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر مارس لعام 2011. هذا اليوم الذي خصص لسن اللقاية 5 كيلومترات، انطلقت نقطة البداية وأعطت إشارة البدء لاندفاع واندلاع هذا السن الجميل الذي دائما وأبدا ما يشهد التحديات الكبيرة. مع البداية ومع صباح هذا اليوم الجائزة سيارة خصصت لهذا الشوط الخاص للبكار المحليات الأصايل. أتابع على البركة مشاهدين الكرام، أتابع النداء وأتابع العشر المراكز الأولى. البداية هنا مع رمز مشاهدين الكرام تنطلق مع المركز الأول بشعار مالكها ناصر بن صبيح الوهيبي المتابع والمعلن لانطلاقة رمز. المركز الثاني جواهر مع المركز الثاني احدى الجواهر المشاركات الجواهر النوادر بهذا المهرجان. غصاب راع الطيرة العامري هو من يدفع بجواهر بهذا الشوط. المركز الثالث مياسه مع المركز الثالث سالم بالويهي الاعثاري المتحكم بأمور مياسه. المركز الرابع رابعا هنا لك نوف، نوف والخوف من نوف بدأت تشكل الخوف لجميع المشاركات. سعيد بن محمد بن معتوق العامري انتقلت الى المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تتواجد شعاع مع المركز الرابع سالم بن مطر بن حاذه الكتبي مع شعاع. وايضا هنا مشاهدينا الكرام شعاع مع المركز الرابع، ولكن طريق ايضا يشع المراكز. المركز الرابع هذا الشعار شعار سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين مع مطل مع المركز الرابع بتواجد محمد بن علي بن قريح مضمرا ومتابعا لها. ايضا القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام شعار السيد نادر بن سالم العفاري مع لزمة، لزمة مع المركز الرابع نادر بن سالم بالورع العفاري. بينما مشاهدينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والأمور بدأت تتغير ما بين المركز الثاني إلى المركز الخامس. بينما هنالك المركز السادس خيرة سعيد بن ناصر بن سالم الهاشمي مع السابع المراكز. المركز الثامن مشاهدينا الكرام وصلت مع المركز الثامن الشاهنية المالك عزيز المحرمي، بينما المركز التاسع تاسعا مشاهدينا الكرام تتواجد مع المركز التاسع مياس محمد بن زايد المنصوري. وعاشرا عشر المراكز بهذه اللحظات يتواجد شعار السيد سعيد بن علي بن راية مع الشاهنية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، النداء للعشر المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لأتابع الصدارة والانطلاق. ما شاء الله المركز الأول رمز ما زالت
ما زالت في الصدارة على المقدمة على الانطلاق على الإعلام بأنها المسيطرة. تبحث عن السيارة رمز، تعود الملكية ناصر بن صبيح الوهيب المتابعة مع المركز الأول، المركز الثاني مياسة سالم بن لويهي الحفاري متابعا مع المركز الثاني، المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام المتواجد مع المركز الثالث لسمة عند نادر بن سالم بالورع الحفاري، وايضا الاسماء القادمة 1200 يا مضمري 1200 يا عمالقة، مطلة قادمة لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين أطلت مع هذه الطلة الصباحية أيضا القادمة. مشاهدينا الكرام عمر بن مبارك الشامسي يقدم لنا شرف مع المركز، أما شرفة مع المركز شرغة مع المركز الخامس. مشاهدينا الكرام قادمة بكل قوة، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى رمز. رمز ما زالت مسيطرة، تريد أن تضيف الرمز في رصيدها. ناصر بن صبيح الوهيبي شرغة قادمة، عمر بن مبارك الشامسي مع المركز الثاني، ايضا بوزايد محمد بن زايد المنصوري قادم مع مياسة تسلل بوزايد، تسلل محمد بن زايد المنصور. يلا نجم الموسم يتألق يتميز كالعادة بوزايد، دائما في زود دائما في زود، وهو ولد زايد ما شاء الله يا محمد يا بن زايد يا المنصوري، انتصر في صباح هذا اليوم مع الشوط الاول للبكاري المحليات الاصيل محمد بن زايد. راح ابو زايد ومشكور يا محمود يا الوهيبي يا المتابع لهجن نجم المستقبل محمد بن زايد المنصوري. تهانينا على فوز مياسه في المركز الاول. المركز الثاني رمز ملك ناصر بن صبيح الوهيبي، ثالثا شرغه مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام لعمر بن مبارك الشامس المركز الرابع، سالم بن سعيد بن منان السويدي مع المركز الرابع المركز الخامس، وصلت خامسا سراب بن هيام بن عبد الله بن سالم بن ركاب. هنا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 7:45 ثمان اجزاء من الثانية توقيت مياسة. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري 7:46 تسع اجزاء من الثانية توقيت رمز. تهانينا الناصر بن صبيح الويبي ثالثا 7:47 ثانية وسبع اجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدينا الكرام لكل الفائزين مع الشوط الاول مع انطلاق واندفاع الشوط الثاني الخاص باللقاية الابكار المهجنات. الزميل عبد الرحمن احمد امين يتواصل معلقا. التحية اجددها ايضا بدوري مشاهدينا متابعينا الكرام من يتابعنا من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذا المسار ثاني ايام هذا المهرجان وجديد الوثبة 31، حيث تتواصل انطلاقات سن اللقاية لتعلن البداية الحقيقية.